السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، هو دلوقتي المفروض إن أنا زوجي يتزوج عليا، وكان في مشاكل قبل الموضوع ده يعني وكده، وحصل خلاف عادي، وقال إن هنفترق عن بعض شهر ولا اتنين. في الشهر ولا اتنين ده عرفت إنه اتزوج، ايوه وعشان يبرر زواجه قال حاجات كتير مش فيا وما ينفعش إنها تتقال وكده. والمهم ان انا رجعت تاني عشان انا معايا 3 اولاد. ايوه الفتره ديت بقى انا مش قادره اكون على طبيعتي معاه، انا مش عارفه انسى او اغفر اللي هو عمله معايا، وفي نفس الوقت هو بيفضل يقول لي انت كده حرام عليكي، انت كده ربنا هيدخلك جهنم، انت كده مش عارف ايه، وانا مش عارفه بقى على طبيعتي. يعني انا مش عارفه هو انا كده فعلا حرام يعني وكده. الله يبارك فيك ويسلمك ويحفظك. يعني هل إذا طلبك للفراش تمتنعي أو تطيعي؟ يعني ممكن ارضى، بس ما بكونش انا يعني اللي هو خلاص بقى يعني المهم كده. لا تمتنعي. ما وراء ذلك، ما وراء ذلك، ما وراء ذلك النفوس بيد الله، انشراح الصدر وضيق الصدر، الضحك، البكاء. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: وأنه أضحك وأبكى. فالضحك والبكاء كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فلكن إذا دعاك للفراش لا تتخلفي. بارك الله فيك. انا مش قادرة، ما اعمل ايه؟ طيب اتق الله ما استطعتي. السلام عليكم.